شخصية محبوبة، اجعل الابتسامة زينة لك في كل وقت، أحب كل الناس فمن يحب يكون محبوبا، أظهر الحفاوة والترحيب بكل من يقابلك، اسمع أكثر من أن تتكلم، الهدية بريد المحبة، قدمها كلما سنحت الفرصة، اترك الانطباع الإيجابي عنك في نهاية أي لقاء، كن لبقا في عبارتك واختر ما تقوله بعناية، كن البادئ دائما بالترحيب والمصافحة، أظهر الاحترام والتقدير لكل من تقابله. Les types de phrases. En règle générale, une phrase se compose de la manière suivante. C'est sujet plus verbe plus complément. Elle commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Les types de phrases sont quatre. La phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase impérative et la phrase interrogatif. هل تعلم حلقة خاصة بالرياضيات؟ هل تعلم أن أول من ابتدع النظام العشري في العد هم المصريون القدماء؟ وهل تعلم أن أول من اكتشف الدائرة منذ عام 500 قبل الميلاد هم المصريون القدماء؟ وهل تعلم أن أول من توصل لقانون حساب مساحة الدائرة هو العالم المصري أحمس؟ وهل تعلم أن أول من وضع أسس علم الجبري هو العالم المسلم الخوارزمي؟ وهل تعلم أن أول من أضاف العدد صفر إلى مجموعة الأعداد 1 2 3 لتكون الأعداد الطبيعية هو الخوارزمي؟ هل تعلم أن أول من اخترع الآلة الحسابية هو الفرنسي بليز باسكال عام 1642 ميلادي؟ خالدة صاحب وسادة رسول الله هو عبد الله ابن مسعود الصديق هو أبو بكر الصديق، فقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في إسراء والمعراج. طلحة الجودي هو طلحة ابن عبيد الله، فقد أسماه الرسول صلى الله عليه وسلم طلحة الجودي في حنين. طلحة الخيري هو طلحة ابن عبيد الله، فقد أسماه الرسول صلى الله عليه وسلم طلحة الخير في غزوة أحد. طلحة الفياض هو طلحة ابن عبيد الله، فقد أسماه الرسول صلى الله عليه وسلم طلحة الفياض في غزوة عشيرة. أستاذي راك عزيز، باسم التلاميذ المؤسسة ومواطن
ومواكبة للحملة الوطنية أستاذي راكزيز، واعترافا بالخدمات التي يقدمها الأساتذة نقول شكرا أستاذي، ولك مني كل التقدير والاحترام. ونهديك قول الشاعر أحمد شوقي: قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، فأنت معلمي ونائبا عن والدي، وبك دوما أقتدي. هذه الحلقة كانت من تقديم مروى الشين، سمية مراوي، آية السوسي، جميلة ياسين، أسامة بورجة، هبة السكراني، وعبد الإله داكر، تحت إشراف الأستاذ محمد بورقع.